بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم عن الحب والعشق في التاريخ والأدب. من ألطف العبارات في العشق ما نسب إلى الأصمعي أنه قال: أن يكون ريح البصل منها أطيب عنده من ريح المسك والعنبر. قال بعضهم في العشق: من لم يهيج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي فهو فاسد المزاج يحتاج إلى علاج. لذا قيل: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فأنت وعير في الفلات سواء. قال إيليا أبو ماضي: ما الناس لولا الحب إلا أعظم. وقال: لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. والعشق لا يتمكن إلا من قلب خال، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وأقصى درجات الحب أن يكون الحبيب ذليلا لمحبوبه. قال امرؤ القيس: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. ويعبر عن ذله بقوله: أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمري القلب يفعلي. قال بعض الفلاسفة: لم أرى حقا أشبه بباطل، ولا باطلا أشبه بحق من العشق، أوله لعب وآخره عطب. قال لي المحبوب لما زرته: من بالباب؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا. ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه مهنا، قال: من بالباب؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق. فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق. فتسخن عينه عند الفراق، وتسخن عينه عند التلاقي. جميل العاشق من شدة ولعه ببثينة يرى أن الجهاد يكون بالوصول إلى بثينة، يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى، إني إذا لسعيد. يقولون: جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد. في كتب الأدب الكثير من الشعراء العشاق يستفتون الفقهاء عن بعض ما يتعلق بعشقهم ولقياهم لمحبوبهم، يقول هنا: فوالله ما أدري وإني لسائل بمكة أهل العلم، هل في الهوى وزر؟ وهل في اكتحال العين بالعين ريبة؟ إذا ما التقى الإلفان لا بل به أجر. جاوب نفسه ورتب الأجر أيضا. شاعر يرى بأن العشق الحقيقي لا بد أن يكون بعد سهر، وأن يكون الإنسان نحيلا ضعيف البنية من أثر الهم والتفكير. قد فسد الحب وهان الهوى، وصار من يعشق مستعجلا، يريد أن ينكح أحبابه من قبل أن يسهر أو ينحل. عاشق يعتب على معشوقه الذي حج وتركه، يقول: كان الأولى بك أن تزورني قبل أن تذهب إلى الحج، كيف تحج وتذنب في؟ أيا زائر البيت العتيق وتاركي، قتيل الهوى لو زرتني كان أجدرا. تحج اكتسابا ثم تقتل عاشقا، فليتك لا تحجج ولا تقتل الورى. سألت امرأة بدوية أختها عن حبها لفلان، فقالت: حرك والله حبه الساكن وسكن المتحرك. ثم أنشأت تقول: فوالله لو أن ما بي بالحصى فلق الحصى، وبالريح لم يسمع لهن هبوب. ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي ذنوب. وصف شاعر شدة حبه لامرأة سوداء بقوله: أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. دعا أبو السائب المخزومي عند الكعبة: اللهم ارحم العاشقين، واعطف عليهم قلوب المعشوقين بالرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين.